السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الغالي على تويتش وعلى اليوتيوب. أهلا بكم بجلسة نقاش الفصل 696 من المانجا كينغدوم. وما دام نحن بدينا ومساعة ما طلع صوت الكفي، أنا أطلع صوت من جديد. نعم يستاهل يستاهل. عيد يا مدير. أطربني أطربني أرعدي أبطالا وعدوك أم بلوان 101 كأوكي بصوت الحق الهادي كهزيم الرعد. كنكي الوعد قطع رقوب الراس الناس انا يعني تضرب. طبعا هذا الدعم كان من وين خلف ويقول هذه المبلغ ديت جنود دوله تشاو المقطوعه رؤوسهم، بس لا حد يزعل على كنكي. والله ارفقوا على كنكي والله الصراحه يعني. سؤال مهدي يعطيك فكره مستقبل ايه؟ انه ممكن الحرب ما يحتاجون احد غير كنكي. لا انا علمك ليه. ليه يقول لك تتوقع كانكي تعمد ترك الدروع السليمة اللي بيسها جنوده ويدخلون بها للقلعتين؟ اوه انا شكت اوسن يسواها. ليش قلت لك تتوقع انه ما تحتاج احد ثاني غير اوفر؟ ترى هو يحب يتسلل ترى، يعني اذا حرق الروس خلى الجساد مع الدروع. السكيل قال صعب تحرق الروس. الله صار 10 اتوقع. طيب شوف خلونا نتكلم اول شيء تقييمكم من الفصل. راشد 10 على عدد الروس 100 من 10 انت 100 من 10 لازم تقول. شوف يا شباب خلونا نتكلم عن التصرف كانكي. يعني انا يمكن البعض انا كنت رافض صراحه، انا شخصيا كنت رافض. واللي كنا نقول شيء موجود ما راح يرضى وعارف ان شيء ممكن يسوي لنا مشكله. اوه مارون الذكي هو اللي صرفهم. انا عارف لو درى شين مارون انا قد صارت من قبل الصدام فصرفهم. مارون ولا كانكي مو بهامه كانكي ولا ذا بسوي اللي في راسي وطز فيه كله. يعني ما اتوقع انه كان ناوي يطلع على شيء، بس صراحه اظن يعني برضو كوشو استفزتها اكيد. اي كوشو استفزتها. انت متخيل انه واحد يعني شوف بقول لكم ان شاء الله واسمعوا معي للاخير. طيب ماني مؤيد كانكي بس اسمع مني للاخير. انا مثلا انا ابراهيم مثلا شو اسمه عندي عاده سيئه مثلا اني كله اجد ماجد مثلا بس كله اضرب فيه طايح في ضرب طايح ضرب 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 ذا كذا مثلا زين اوكي عاده سيئه ثانيه خلاص زين كله مثلا اشرب بيبسي عشان بيبسي ايه خقطت هاي بعديت ليش تقني انا لا والله اسمع لي تقني انا معي بغض النظر ابو سالم مسالم صغير عاده سيئه موجود عندي. فانا جيت ابي اعقل عن هذه العاده. قلت خلاص يعني جاني واحد حكيم في الحياه وقال لي اسمه ايسي قال لي يا ولدي ما يصلح هذا الكلام تسويه، انت لازم تعقل وتحدي. قال طيب امشي تمام زين عقل الله هداني الحمد لله واستهديت بالله وقلت خلاص يعني احنا ذا الامور ما بنسوي. تركنا الدرب خلاص اي تركتنا. فيجي واحد يعني مو بزي كذا، مو بيجرك بس اللي يسحبك سحب كذا قطك في تعال يعني انا يعني مو كيف انك عذبته، لا قطعت صبعه واحد بعد قطعت جسمه كامل وحطيت لي في سطل دم. يعني ايش تبي اسوي اكثر من كذا؟ ايش تبي اكثر من كذا استفزاز؟ يعني انا اشوف على فكره للمعلوميه وجهة نظر شخصية ممكن ان هذا شيء برضو استفزاز لكانكي من كوشو. يعني انه انا ابيه يستجن ابيه يطلع عن طوره ويسوي حاجة لان انا عارف ان هذا شيء ممكن يجينا. لا لانه ما كان متوقع ابدا انه بيصيد كانكي حياة او انه كانكي بيجي عنده او انه بيتصل عليه او فعليا ما كان عامل الحساب نهائيا. بغض النظر فالفكرة ما فيها هذا الشيء، يعني اذا كان في شيطان دخل كانكي وكان مرابطة كانكي فهو دا كوشو شو سوى؟ فتح القفول كله قال انطلق فتح كيوبي انطلق طلع اقوى ما عندك. والله كنت بقول اي والله قال اطلع اقوى ما عندك. فيعني هنا في هذه اللحظه يعني حتى لو كنت بلوم كانكي انا بجي اقول لا يعني هو غلطان عشان انه ذبح 100,000. لكن برضو الكاتب وضح لنا في هذا الفصل ان الجنوش قالوا بنفسهم قالوا اقتلوا اخوي. يعني حتى لو انك رحيم معهم انت في الاخير ترجع 100,000 عشان يرجعون ضدك مره ثانيه. الله
خسارة. فأنا كنت ضد خليه يرجع. النهاية كلنا متفقين على ذا الشيء إنه إنه يطلق صراحة مغلط. عشان كذا هاكو في ديفندر 400,000. بس التعامل مع الأسرة مو بالطريقة دي. في ألف طريقة تتعامل بها مع الأسرة. أنت علي اللي فهم. سلموا لدولتكم يتصرفون وياهم يسكنون في مكان ثاني رجعهم. أنا عندي تعقيب على النقطة رغم إن أنا أكثر مرة أقول في تصرفات ما تعجبني لكن شخصية تنعجب فيها. ليش جابوا هذه الطريقة؟ لأن أوريدي صارت في الواقع فهم حبوا يربطون الواقع التاريخ إيه حاب يربط التاريخ بالحدث. قال لك إنه هذه سجلت كلها يقول لك كلهم بنفس الوقت تم إعدامهم. فشنو ممكن يمشونهم عليه ما يوصلون على أبعد نقطة بس أنت وأنت توصل لا في في دفعة جاية وراك. على فكرة ترى يعني هذه القتلة تعتبر رحيمة مقابلة بقتلة توني بتكلم عنها هاكوكي ترى ليش؟ قال لنا زراثك وقال لنا يدري على طول يعني فأعطاك موت رحيمة بس ترى في لها سبب يعني في لها سبب ليش وقتل غض النظر لا 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 عشان ما يشوفون اللي ورا يعني لا عشان ما يقامون لأن عددهم أكبر عددهم أكبر هم 100,000 وجيش كانكي في الأصل كان 80,000 بعد التقطيع والهرب والموت يعني يمكن ما بقى عند 20,000 15,000 لو هاجوا عليه حتى هم مربطين يمديهم ينحشون يمديهم يسوي لك مشاكل يمديهم يتحررون يقربون عليك بس انت قاعد تهدين بيقول بنحرركم يلا قوموا افواج يلا طلع اوه والله ذي اللي مشوا ذي اللي مشوا ويقتلونهم في مصده يعني يودونهم مصده ورا الهضبه وتشخ ورا الهضبه دي تشخ ورا الهضبه دي تشخ حاطين علامه اماكن اماكن التقطيع يعني ف وهم اساسا الاسرى مو كلهم في مكان واحد لو كلهم في مكان واحد كان مصيبه كان شافوا نفس عددهم اكبر من ذي قلبوا هم عددهم اقل عفوا مفرقين 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 بشكل مو طبيعي فاعداد اللي اسرينهم اقل بس كلهم هاجدين لانه خلاص بيطلق سراحنا بيطلق سراحنا انا صراحه عن نفسي اتكلم توقعت يعني توقعت مجزره يكون كذا صراحه اي حتى انا كنت معلق امال الصراحه متحمس لها اني بشوف تحفه فنيه من كانكي باجساد البشر اي انا قلت لكن بيسوي تشويه على اللي سواه هذا انا قلت هذا مجرد مقبلات انا اقول لكم هذا مجرد مقبلات استنى الطبق الرئيسي الوصول الجايه يعني إن كان في قلعة بتجي قدام أو شيء معقل اللي هو يعني وزي ما قال هذا المشكلة بنتكلم عنها بس بسمع رأي راشد قبل فأشوف كانكي صراحة بدأ تقول يسم أطراف أو حدود الرسمة بدأ يعطيك النقاط عشان بعدين يربطها بعدين فاللوحة كانت شو صراحة فنية محلك لا ترى في جملة قالت من جيش تشاو حلوة قالوا ليش نشينك المسا قال إيه طبيعي ما راح يهدك مكان قريب إيه؟ عشان ما تعرف معسكرة شوف أوهمهم إنه أنا بهدركم بس بعدكم عشان ما تعرفون معسكري وينه. وهم يرجعون أنت جماعة. إيه وهم أذكياء وزي اللي قالك صادوها وهم أساساً نزق وقص عليهم. قلت لهم طعم حلو وهم استنسوا عليه وفكروا صح لكن في الوقت الغلط. لا يهديهم زيادة يعطيهم سبب يهدون. يقولون أوس ما يدرون إنك. إيه. أنا بعد شغل هذا. أعطاهم طعم إنهم جيش أوسن. أنا جيش أوسن إن ترى بنطق صراحتكم إن بس بعدكم عنه بس بصب على راسكم ماي. بعدين بدون لا تشعر بدون لا تحس بأي ألم رأس خلاص لو هنا بداية يقول له 2020 قال له إيش قد دفع على أحسن ترى كلام ماجد إنه كانكي يعني ما سوى طريقة ليش مو برحمة اللي يقول رحمة معليش لا ليش لأن بالأخير يوم بقى إيش قال ده عددهم قليل يلا شلوهم قام قتلهم فيهم ولا أول كانوا خايفين نسجل 100,000 لو قاوموا ممكن حلاوة الروح في الأخير فهمت علي حلاوة وحتى السبب اللي أعطاه شيء مقنع إن إحنا عددنا ضعيف مهزومين ما نبيهم يرتدون علينا فراحوا تابعوهم طردونهم إلى يدخلوا القلعة وانتظروا هناك عشان لا يرتدون علينا فشيء غصب عليه مقتنع إن فعلًا بس ركّي حس بس ما بين كاتب الحين ما تقدر تقول شيء الحين خلاص ما تدري إذا هي شبت ولا لا المشكلة إن أنت هين يعني حتى لو شيء رجع ودار إنه ذبح 100,000 شي بيتك تسويه ماتوا خلاص انتهت الرجال شلوا طلوسهم اي يعني الارض اصبحت بدمائهم انتهت وخلصت وبرون دعم اشتراك تجد اشتراك يا رجال توكو زايموس وبنقرا كل دعمكم يا وان خلاص يعطيكم العافيه كلكم راح نقرا كل الدعم بس خلينا نكمل نقاش انا صار عندي نقطه يعني اشوف شين قبر فهمت حذر كانك ودوم تمرون نفسه انه اعطاهم امر قال له راح بعد هذه حركة جدا حلوة جدا جدا حلوة يعني شين قد نريح وإن شاف شيء غلط بيصير بيقوم بوكس الشيء الثاني يعني كان من أحد باللام على المنزل صارت فهو كوتشو نفسه كوتشو صح
كوتشو صح؟ لا ما في اسمه. شوف في فرق بين اللي سووه كوتشو. لا 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 اقول لك اللي بالله عمل زره هذه اللي يقول لك بوك ذا بير اللي ينغز الدب كوتشو نفسه. لا ما يمشي لا الكلام. تروح تختبر واحد في تخصصه اي هذا تتبجح فيه بعد قدامه. هذا الكلام احنا نقوله عادي، بس دائما في القصه مثلا لما يجي عند ايسي ويقول له ايسي ليش ذبحت 100,000 وذبحت 100,000 ما بيقول والله عشان ما تستفزني ولا بيقول مو بعذر ذا اصلا جيشي قومه جيشي 40,000 بيقول حاول يهربون هم اكثر منا قومه ايه هم 100,000 حاولوا يهربون هم 100,000 انا ما قدرت استطيع فاضطرت اقتلهم عشان لا يقلبون علي يعطي اي سبب اي تصريفه. ففعليا رغم بشاعه اللي سواه وشناعه الجرم اللي سواه لأنه زي ما قلنا مساعة أرحم من اللي سواه في الهضاب. ليش؟ لأن الهضاب كان تمثيل بالجثث وكان في مواطن مدنيين وكان في أطفال ونساء وشياب مو جنود حتى يا رجل يعني جايب عرضه كذا يعني مثل في المدنيين الأبرياء الأطفال والنساء والعجائز بشكل مقرف جدا جدا جدا. ناس جمع العربات ذهب الناس ولا هنا هذا جايب لحم لا نحن مواطنين بعد مو بصاحب بس ليش ترى حق انا قاعد افكر فيها صدق لو فكر فيها وش اسمه كانكي قال بيهجم على قلعتين هو بالحاله يصير اسطوره هو حاليا هو اللي سواه هو اللي سواه شوف يعني شوف رده فعل للعالم كله شيء اللي سواه اوريدي اسطوره طبعا انا عجبني الكاتب عنها المجزره في فصل واحد صراحه جزاه الله خير هذا لا هذا اساس يعني لا تطول مو بحلو انه تقعد شيء يجي ويوقفه وبعدين كذا وجع راس يعني خلاص الموضوع منطقي انه سواها بعيد عن شيء لانه سواه شيء موجود تعلم من التناقض اللي قاعد ياخذها النمط اختصر ام المجزره فالحين خلاص حرب انتصر فيها العسر انتهى موضوعهم يلا تعالي على القلعتين او على رده الفعل للمجزره اللي سووها ايا كان سواء يعني هذا في سؤال حلو حاليا من سامي بنقرا مره واحده هل ايسي راح يسكت ولا راح يقطع راس كانكي على هال لا بالعكس بصفق له بجازي بعد لا صدقني الحرب نتايج بيطلع سبب مقنع كانكي بيقول لهم 100,000 وانا جيشي اقل من 50,000 ممكن احد الاسباب اللي يعني خلت يبعدون شيء ان جيش كانكي ما راح منهم راح يتكلم اكيد طبعا بيقولوا لنا احنا والله كنا نبي حاول يهربون حاول يهربون سمعنا جيش عدو جايب يمكن يحررهم يقلبون علينا فطرنا نذبحهم لا ايش قال بيجي لا بس قلهم هربوا شافوا لان احنا بيقولوا احنا غلطنا جمعناهم مكان واحد شافوا نفسهم اكثر منا فحاول يقلبون علينا لكن عددنا قليل فاضطرينا نقتلهم شوف يعني القاتل الرحيم ما عذبنا موت لمين قصينا رؤوسهم بس فما حد يقدر يقول انهم سووا فعلا يعني انا بذكر كل شيء اخر دفعه ترى ما قصوا بس رؤوسهم جرحوهم ففي شيء موجود ان هذول هم اللي سووا الثوره فقتلناهم بطريقه غير بقي سن راسه مثلا هذا منطقي ترى شخصيا ضده قالها قبل حق ريبكو يوم جاء عنده في القصر حقه في الكانيو يوم قال له ما ادري شنو هو ذا قال اسمع اذا ما تجيب الطيب ترى بتجيب الحرب بالدم فايش يصدقوني بيعطيه مقعد بعد حق جار الست لا بس ترى يوم جو ينصبونه ايش قالوا له قال ما نبي مجازر ايوه يا ما نبي مجازر الخيانه ويا كانكي يترك عنك ال شو اسمه التقطيع التمثيل بالجثث هو حاليا ما مثل ولا قطع بالجثث ولا حتى قتل مدني بس ستيل انا زي ما قلنا الجندي الاسير يعتبر مدني ولكن العذر الوحيد ان ذي ترى جنود وحاولوا يهجمون علي الله الله عددهم اكبر مني فانا ما بي لا ولا في حد شاهد من فقد شين ما يمدي يشهد ما شافه نواف يقول لك شيء مستعد يسكت وهو وعد مانجاكو اكيد ترى يعني ستيل اللي صار هذا ارحم من اللي صار مع مانجاكو انك تدفن 400,000 حياة دي لا عمرها صارت ولا سوت يعني ولا تخليهم يحفرون شوف التعذيب شوف التعذيب تخليك انت تحفر قبرك بنفسك ويدفنك فيه ابو الوساخه يا شيخ والله اكو لا مربطهم مع بعض عشان يدف واحد وباقي يطيحون كلهم ولا يقدر يحفرون يطلعون ذي يعني على الاقل اجاهم امل او بشوف ولدي بشوف بنتي مساكين ولا امدى انزل راسي يصبون علي شيء يعني بغض النظر يا شباب يعتبر موت رحيم ايه موت رحيم والله جد رحيم بس انا ضدها على فكره ما هي معها بس انا قلت لكم ترى هذا من المقبلات يا عيال انا صراحه اني ما اشوفك احس انه ممكن في انتقام اسوي شيء تحبة كان كير الدحين ما بتصير اشوف انا صراحه يعني نواف يقول شيء مستعد يسكت وهو واعد ما نقول تتكلم عن هذا خلينا نرجع نقرا الاسئله من البدايه روح بسم الله نقول
يقول نواف صراحة أغبى قرار رفع كانكي في الذكاء ثم هبط مستويات ثم هبط مستويات. أغبى قرار رفع كانكي في الذكاء ثم هبط. يقصد ضعف الداتا باك أو شيء يقصد يمكن؟ ما أدري. يمكن داتا باك. يقصد إن القرار نفسه رفع كانكي بعدين هبط مستويات. ما فهمت نواف اشرح كلامه. كيوكاي عفوا. كوبي كيري ولا كوبي كرافت؟ ما يقول في عدد في هنا واحد سؤال في الشات يقول عشرة على عشرة يقول لو أن جيش كانكي اللي مستسلم كوشو كان كان يسوي فيه سؤال برضو نفس الشيء توقع عليه يقتله كوشو كان بيسوي في جيش كانكي بيقتله يسحب معلومات وتبي تعترف طاع طاع بيقتل بيقتل حتى كوشو بيقتل هو معنى كلامه إنه يعني حلال على كوشو وحرام على كانكي لا حط لوبيس بوجهه كانكي اللي سواه صح من وجهة نظره أهو بس احنا نتكلم بما انك صرت في منصب جاك في امر صار خطأ كوشو لو ان الملك حقه قال له لا تسوي ويسمع كلام الملك حقه ما راح يسوي اكيد يقول لك والخلف كانكي خلانا نعرف ان اللقب ماله كوبي كيري كانكي ما جاء من فراغ اي والله اي والله اي والله وماد فليم ماكس او اي اكس حرق الرؤوس بس عشان لا يخلط طبقة الأوزون جزاه الله خير يعني ما حرق الجثث كله حرق الصرف حافظ على البيئة ولا قط شجر معاه ولا شيء في سؤال يقول متون أوسما لا موش اليوم ان شاء الله بكرة إذا في متون نحاول ان شاء الله بكرة بحاول بكرة بإذن الله يوريك مازينو هلا هلا بالتواري تور كانكي واضح يسوي اللي يبي ولا يهمه لا ملك ولا أوسن ولا شين خطأ خطأ الملك الغبي اللي يعرف طبع كانكي لكن خلاه جنرال عظيم وهو عارف تفضل يا مدافع عيسى أنا دافع عيسى أصبر ده عند الشنطة أوكي. لازم هو يتكلم عيسى شنطة المحاماة شوف هنا نفس الشيء نور شو اسمه في واحد هنا بعد يقول نفس الشيء هل عيسى راح يرسل جنرالات يعاقبون كانكي شيء في هذا الوقت مش وقته وقت الحرب حاليا مصدر تشاو حتى لو ايس يعرف بالدم ما راح يحاسب كانكي حاليا اضعف اضعف شيء اضعف اللي ما ممكن يسويه يسحبه من الجبهه ويرسلته مكانه مش وقته مش وقت الحرب مش وقت الحرب حاليا انت عندك وقت محدد في الهدنه مع دوله وي فانت لا تستغل الوقت هذا كله حتى لو غلط اي احد من جنرالاتك مش بعد ما تسقط الدوله تشاو تعال انا حاسبك يا جنرال وتصير وقتها رقيت لك واحد بعد شيء خليته يجي احد شيء زي كذا في شيء مع سقوط الدوله تكبر الدوله حدودها عاقب كان يعني اللي قال انه كان كهاجد هذول السبب واللي قال اوسم راح يخون واضح انه بيخون يعني خلاص لا لا اوسم راح يخون امس اسمع شلون شين يدنا في اسرى شين في يدنا في اسرى شين لا ما ادري لا اوكي معناتها اي تبي الثلاثه كلامه منطقي معناتها واحد يقطع راسه واحد عشان انه قطع رقاب واحد يبي يخون يقطع راسهم ثلاثه يجون محلهم السبتك تامله وكذا كل افكارنا ان كانكي وذا كلهم صاروا جنرال سته ضبطت شو اسمه والله بما ان شين ما يدري والعاصمه ما تدري عن اسرى الا لا لا عصر شعبت في الفصل يدرون عنده 100 اسر لا ما 100 قال عنده اسر عنده كثير. اسر كثير يدرون بس ما يدرون كم بس كلهم قالوا 100 لا 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 100 ما 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 عرف احنا عرفنا 100 اخر فصل في اخر فصل قالوا 100,000 قالوا اسر كثير بس وقت التقرير اظن اي زين نكمل يقول يوريك مازنو مثل ما قال الاستاذ القدير ابو علي حبيب ابو علي الحين نقدر نقول له ويلكم باك كينجدوم اي والله ويلكم باك كينجدوم كينجدوم تسجيل دخول اسطوري بهذا الفصل ملاحظه من نور الخطيب يقول ملاحظه ما حد شاهد الاحداث الا جيش كانكي وقد يكون محسوبه ها لإرضاء رغباته بالإضافة يقدرون يهرب من الاتهام يمكن ما أحد يعرف الحقيقة أتوقع أنه أنت قريت الكلام أوريدي وشين مستحيل يسكت قلناها هذه أوريدي أخوي ما قاله بس تقرير بسيط كلمة بسيطة ما إلا قال أنه عنده أسرة تحت إلا أنزل 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 تحت دقيقة لقد أبلع حزنا نظر الأوضاع نحضر الهزيمة النكراء لم يعد خطر الدولة أبقى في الوصف نزاع النطاف رفع لو هزيمة انزل انزل لسه ما في شيء هنا
فضل شين لاشي يؤكد النصر يعني حالات انه عظم نصيطة تمكننا من يصبح هدفنا التالي اخيرا. ما ذكروا الا والله ما ذكروا اسرى ما ذكروا اسرى اجل بس الخبر عن الانتصار اي فبيتسترون على الموضوع. الاسرى عندك الوزير القدر عنده يمكن قالوا اي بتسترون على الموضوع استسلموا جنوده على ديل اللي جاب الخبر اي بتسترون على الموضوع صح انا اللي مرسل الخبر ليش انسب ان عندي اسرى برسل لي فزت اي بيستترون على الموضوع فكلمه زرمه صارت واو تي 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 راح تجي تي يا اخوي على الموضوع يمكن تسترون ترى زين عرفت ستر يلا اقرا 11 نختم يلا ما احد يعرف عدد الاسرى غير مارون وكانكي بس هذا نقطه ثانيه برضو لانهم فرقوهم فما حد يعرف الرقم التوتال كله الا مارون وكانكي اقرا عقل الخطيب ترى ما قريتها كانكي ما سوى مجزره بالنسبه لشخص متخصص تعذيب بل على العكس رحيم جدا وخصوصا ماتوا بسرعة وراحة سرية وسرية ما في عار للدولة على عكس ذاك اللي دفن 400 هو يختلف شوف يختلف كانكي عن هاكوكي يختلف 160 درجة بس بتقول لنا سواها رحمة لا ما كان سويها رحمة إذا أنا أتكلم في حال عتب إيسي على كانكي إذا إيسي ايسي تقبل المجزرة فعادي عندي صراحة لكن اذا عصب على كانكي فهذا غباء من الملك اوكي فهم قصدك يا ركما زين انا ماشي اعطي محامي لا محامي ما قلنا فايدة راقد اليوم تبي ترد انت لا راسك يلا يلا انت يا مزنو انت على الراس وانت خويا احنا ما نقول عنه شيء وانت وين شاب شطة المحاماه انت قاعد تهاجم الرجال انا قاعد اقول الحين انت قاعد تقول حلال هذا جرح شهاده المت قدام اي انا قاعد اقول له انت انك محلفين خويا طيب وخوي في المعاصير اي ف وصديق اللي تعرف عليه وصار صديق بس في 100 الف شخص اختفوا اكيد احد بيلاحظ مو مفتاح سياره ضايع هو زين يا مانتو لكن في الاخير اذا انت يا ملك ايسي تبي توحد الصين بهذه الطريقه ما اتوقع انه يعني حيسكت الكانكي ما راح انا اشوف انه عاقبه مثل ما كان يقول شباب انه يسحبه في المعركه حاليا او يجرد حتى من اللقب حقه او شيء زي كذا لكن لازم تنزل العقوبه حتنزل العقوبه وش العقوبه ما ادري بس هذا لو ثبتت التهمه هذا لو داروا عن الاسرع ولا طلع الخبر سواء من دوله تشاو او من دوله تشن لازم ايسي عاقبه لانه حذره من هذا الشيء من قبل انك ما تسوي هذا الشيء فإذا ثبتت التهمة لازم يعاقب سواء كان على حق أو على خطأ لازم يعاقب طيب على هذه النقطة نكون خلصنا كل الأسئلة وكل النقاش خذنا 23 دقيقة ممتازة جدا وإن شاء الله في بث يوم الاثنين راح أتكلم أكثر وأكثر عند الفصل يكون عندنا ون بيس كينجدوم وسولو نقاش مولع نار وإن شاء الله يجي معنا بطل مسوي بلاك لفر إن شاء الله يجي والله بطل بكرة زي بلاك لفر فصل جديد إيه كل جديد نزل فصل فصل واحد فصل واحد نزل نسوي معاه بس يسحب اي بعد اخي رد اقربها كذا اي واذا جاب بكره اول واحد يسحب ترى عليك منه كلام يعز احنا باللايف نقاش كينجدوم كيف وصلنا هذه الحلقه وفي الختام قولوا معاي سبحانك وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوا الاشتراك لايك وشير ونشوفكم على خير سيودنا ما تاني